كلما ازددت مديحا في قالولة غالي، وإذا أبصرت في الحق يقينا لأبالي لأبالي. يا ذولي في غرامي، خليني عنك وحالي، خليني عنك وحالي. يا ذولي في غرامي، خليني عنك وحالي، خليني عنك وحالي. روح إلى من هو ناج واطرحني وضلالي، 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 واطرحني وضلالي. إن حبي لوصي المصطفى عين الكمال، إن حبي لوصي المصطفى عين الكمال، هو زادي في معادي ومعادي في مآلي، وبه إكمال ديني وبه ختم مقالي، وبه إكمال ديني وبه ختم مقالي، وبه ختم مقالي، وبه ختم مقالي. السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين. دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب. دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب. يا من رسمت نهج الوفاء، أنت العلي فوق العلاني. يا من رسمت نهج الوفاء، أنت العلي فوق العلاني. باب الإله العلم الولي، بعد النبي الحق الجلي. مولاي مولى الموحدين، يا وارث علم الأولين. يا ولي الله حبك يعصمني من ذنبي عظيم الجاه، يا ما كوثرنا العدل. أنت إمامي خير سلامي أبا تراب، أنت إمامي خير غرامي، لك سلامي أبا تراب. أشهد أنك جاهدت في الله حق واتبعت سنن نبي صلى الله عليه وآله. لك سلامي أبا تراب.
بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة سيدنا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نقرأ وإياكم جميعا الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن سيدنا مولانا الإمام الهادي عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهدى والسادة الولاة والذادة الحمى وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه لا إله إلا هو